لذلك ذكرني هذا اليوم في بيوم التأسيس. اليوم نحن على اعتاب حدث فريد، حدث القرن، مشروع القرن. تقف وراء شركة بدأت عالمية، اختارت اسمها وشعارها من وحي الحالة الأهلاوية، القلعة الحمراء. نشاهد. شركة القلعة الحمراء فكرة بدأت تقريبا معايا من 2016. السنتين اللي فاتوا بدأت اجتماعات مع الكابتن على ما أتذكر في 2022، ونهيناها بإنشاء شركة القلعة الحمراء، وبدأنا نحس إنه الحلم يبقى حقيقة. مجلس إدارة القلعة الحمراء الحقيقة مكون من نخبة عندها تجارب وخبرات عالية، كل واحد الحقيقة ماسك ملف مهم. هذا المشروع العظيم يتضمن جزء تربوي كبير جدا خاص بالتعليم، سواء التعليم الأساسي أو العالي. بنطمح إلى بناء مدارس وجامعة خاصة بالأمور الرياضية، تخصصات اللي تخدم الرياضة وتخدم لاعبي الرياضات المختلفة. في التعليم الأساسي بنحاول نكتشف المواهب ونبني المواهب في الرياضات الكثيرة المتنوعة، وده شيء جديد على مصر ويشرفنا التعاون في هذا المجال. ملف المشروعات هو ملف هومي جدا وهو قلب الشركة. إن شاء الله هنحقق نجاحات تليق بالنادي الاهلي وتليق بجمهور النادي الاهلي. ملف الاستثمار ملف كبير، في مدرسه وفي مستشفى وفي جامعه وفي متحف، فتعبئه الاستثمارات دي في توقيتاتها الزمنيه مهم جدا وباقل تكلفه ممكنه، فطبعا ملف الاستثمار ملف ضخم. انا بفتخر ان انا عضو في مجلس اداره يعني هذه الشركه، او بالاصح يعني في القلعه الحمراء. ملف الفنون أو الفن يعني بالنسبة لمشروع القلعة الحمراء، أنا سعيدة جدا طبعا بهذا الملف لأن في صميم تخصصي، سعيدة بأن ممكن يكون هذا الملف أقدر أساعد فيه أو أقدر ننفذ فيه يعني مشروعات كثيرة إن شاء الله. أنا مسؤول عن ملف العلاقات الدولية في هذا المشروع، وأعتقد هذا ملف كبير، خاصة أنه راح يكون وسط مشروع. هذا المشروع نادر في المنطقة وجذاب أيضا لعدد كبير من المؤسسات والشركات الموجودة في المنطقة العربية. طبعا بتخصصي وخلفيتي انا مسؤول عن ملف الصحه، المستشفى اللي هتبقى موجوده ان شاء الله في هذه المدينه المتميزه، مستشفى بتخدم القطاع الرياضي ومعنيه طبعا اكتر بطبيعه الحال بالطب الرياضي واصابات الملاعب، ابقاء على الحاله الطيبه للاعبين والمدربين وكل الجهاز الرياضي هيبقى في نادي الاهلي. شرفت بان انا اكون مسؤول عن الجزء الخاص بالتكنولوجي او البنيه الاساسيه المعلوماتيه الخاصه بكل الكومبوننتس اللي موجوده في مشروع القلعه الحمراء. الملف المالي ده تملي بيبقى من الملفات المهمه والخطيره اللي بتنجح المشروعات. التوجيه السليم للايرادات والمصروفات هو تملي اللي بيبقى مهم في المراحل الاولانيه بتاعه المشروع علشان يظهر للنور، وده بحكم خبرتي 43 سنه في البنوك اقدر يعني إن شاء الله أقوم بهذا الملف. أنا منوط إلي الملف الأمني بما يشمله من قواعد التأمين والأمن سواء للمواقع أو للأشخاص القائمين بالعمل، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، كله في نطاق خصصة في هذا المجال. أما بالنسبة لملف الجماهير، جمهور النادي الأهلي هو يعني أحد الأعمدة الرئيسية. الجمهور النادي الأهلي عنده طموح وعنده حلم أن يبقى فيه استاد، يبقى فيه مدينة رياضية عملاقة. الجماهير في أي رياضة هي روح الرياضة، الجمهور من حقه يستمتع بالرياضة، كل جوانب حلم الجماهير. كل المشاركين في هذا المشروع هدفهم الأساسي هو إسعاد جماهير النادي الأهلي. مشروع عظيم جدا، وأعتقد أنه هو يعني لأجيال كثيرة جدا كان حلم. مشروع يحقق طموحات وأمال جماهير النادي الأهلي العريضة. إن شاء الله بفريق العمل ده هنروح لمكان عالي جدا جدا بيليق بالنادي الأهلي وبيليق بجماهير النادي الأهلي. القلعة الحمراء شيء عظيم جدا،
بيحصل دلوقتي على أرض مصر. أعتقد مجلس إدارة القلعة الحمراء كلنا فخورين، كلنا سعيدين إن موجودين في هذا المكان. جمهور النادي الأهلي حيبقى عارف كويس قوي المجهود اللي بيتعمل، وعارف الناس بتوع التحالف اللي تعبانين، أعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء، شركة الأهلي للمنشآت، كل الناس، الإدارة التنفيذية في النادي الأهلي، كل الناس دي هم اللي تعبانين جدا جدا جدا، وحيقفوا في يوم قدام جمهور النادي الأهلي علشان يقدموا له أكبر هدية هتتعمل في تاريخ النادي الأهلي في مشروع القرن، هو استاد النادي الأهلي، إنه هيبقى أول استاد في الدنيا جمهوره اللي هيبنيه، مش حد تاني، جمهور النادي الأهلي هو اللي هيقف ويبني الاستاد ده إن شاء الله.